نتوقف اليوم في مكان يعبق برائحة القداسة، مكان عاش به آباؤنا وأجدادنا منذ بواكير صباهم، مكان جوفه مليء بالبركات. تجول بأنظارك حول المكان من الخارج فتجد لكل حجر في جدرانه القديمة قصة وأسطورة لزمن من الأزمان، كأن التاريخ يتجول في النهار ويخلد ليلا في هذا المكان المقدس. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإداد ونستمد منه الحياة. حلقتنا اليوم تدور حول كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في الفحيص. ففي عام 1880 قدم نائب البطريرك للروم الأرثوذكس في القدس طلبا مع إقرار إلى الوالي أشرف الشاهاني للحصول على موافقته لبناء كنيسة تخصص لرعايا الروم الأرثوذكس المتوطنين في قرية الفحيص التابعة لقضاء السلط. وبالفعل صدرت الموافقة على إقامة الكنيسة المذكورة، حيث قام أهالي الفحيص في شهر أيلول من عام 1882 بإحضار البناء المعروف أبو حبيب العرنكي الذي وضع أساسات الكنيسة على مساحة 48 مترا مربعا. وفي العام التالي شيدت هذه الكنيسة الصغيرة على نفقة غبطة البطريرك كيريوس كيريوس إيروثيوس، كان بناؤها الخارجي من طين وحجر، ومن الداخل عبارة عن أقواس، وتوجد على السطح قبتان صغيرتان، سميت بكنيسة القديس جورجيوس نظراً لمحبة أهالي البلدة بهذا القديس العظيم، واستمر العمل الرعوي فيها حتى عام 1919. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. ونظرا لصغر مساحتها وازدياد أعداد المصلين فيها، نقل الآباء الكهنة الأوائل الكنيسة إلى كنيسة أكبر بالجوار منها، ومع الأيام تحولت تلك الكنيسة الصغيرة إلى مدرسة لتعليم الأطفال التي انتقلت بعد عدة أعوام لمكان آخر، وبقي المكان خاويا لا حراك فيه حتى عام 1985، حين جاء الأب المتنيح يعقوب الداود مع عدد من أبناء الشبيبة منهم السيد حسام السلمان، فبشروا بأعمال الصيانة والترميم وإعادة الحياة للمكان، ثم قاموا بإحضار الأيقونات القديمة والحلل الكهنوتية وكتب الخدمة ووضعوها جميعها في هذه الكنيسة الصغيرة لتصبح متحفاً يحافظ على تاريخ الكنيسة الرومية الأرثوذكسية في الفحيص. في عام 2015 تمت سيامة الشماس بشارة دحابرة كاهناً على مذبح الرب وتعيينه في الفحيص ليبدأ خدمته فيها، ومن ضمن خدماته في المنطقة مسؤولية الحفاظ على هذا المتحف بالتعاون مع إخوته الكهنة. في لقاء نورسات الحصري مع الكاهن الجديد شرح لنا عن تاريخ المعروضات داخل المتحف وعن أهمية الأيقونات والأواني المقدسة الموجودة فيه، وأعلن في اللقاء عن عزمه في الأيام القادمة لجمع التبرعات من المحسنين والداعمين للكنيسة لترميم المكان من عوامل الطبيعة المؤثرة عليه والحفاظ على مكنوناته داخل لوحات زجاجية مخصصة لذلك. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق.
موجودين بمكان اسمه حوش المدارس، وخلفنا الكنيسة الأولى اللي انبنت بعد كنيسة الربع اللي هي ما تسمى بالمغارة اليوم. الكنيسة هاي أعطاها الباب العالي فرمان رسمي للبناء بسبب حاجة وازدياد المسيحية الموجودين بالفحيص لكنيسة. الكنيسة هاي فيما بعد انبنى حواليها صفوف حتى تخرج أجيال، لأنه كان بالعهد التركي كل طائفة تسمى بالملة. الملة هاي هي كانت وظيفتها تأمن التدريس لكل رعاياها. فبالفعل أهل الفحيص أنذاك بنوا الغرف اللي شايفينها على اليمين، اللي هي الغرفة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حتى تكون منبع تعليمي روحي لأبنائهم، وأول شيء وآخر شيء يكونوا قدامهم إنهم هم شايفين شو نوعية التعليم اللي بتخرج لأبنائهم. وعشان هيك سموا هاي المنطقة اللي إحنا واقفين فيها حوش المدارس. انتقلنا الآن إلى صحن الكنيسة، كنيسة القديس جوارجيوس اللي انبنت ب 1882. ازدياد عدد المسيحيين، توسط الفحيص بين أربع أسقفيات لعب دور مهم إنه الناس تبحث عن كنيسة جديدة. الأسقفيات اللي كانت موجودة أسقفية السلط، أسقفية عين الباشا، أسقفية ناعور، أسقفية صاغور اللي هي موجودة بالغور. هالمسيحيين اللي كانوا كثيري الترحال كانوا يجوا بسبب وجود الماء بالفحيص والأعين، مثل عين الراهب الموجودة لليوم. إحنا موجود عندنا الآن بهذا المتحف أثريات مقتنيات بتعود لل 1810 1820 1828. وإذا بتلاحظوا الأيقونات هي فريدة من نوعها بالرسم. الزمن بلش يطغى عليها، وهذا بنشوفه بالأيقونات. عشان هيك بنحاول مع الزمن إنه إعادة ترميم هذا المكان، إعطائه صبغة الروحية حتى يواكب العالم ويحافظ على نكهته القديمة، ويحافظ على تاريخ المسيحية، لأنه كل مالنا عم نندثر وعم نتلاشى عن التاريخ. اللي بيتنقل بين طيات هالمتحف بشاهد أشياء أثرية قيمة، وللتاريخيين اللي بيهتموا بأدق الأحداث بأكدنا إنه الإبتافيون الموجود هون هو من 1882، يعني من لحظة تأسيس الكنيسة. لكن اللي بيلاحظ أكثر وبدقق بيشوف إنه الكتابة حوالين الإبتافيون بالروسي. هذا إيش بدل؟ بدل إنه الدعم كان للكنيسة هون من الإرساليات الروسية. وهذا الحديث بأكده الثياب الكهنوتية المحفوظة بالمتحف بالجهة الأخرى. إبيتافين هو جاي من كلمة إبيك إتافو، الجسد الموضوع في القبر. بالعادة بكل كنيسة موجود هذا الإبيتافين، حتى الجمعة العظيمة بيشلوه من صندوق الذخيرة وبيحطوه على النحش، وبتم إقامة جنازة سيد المسيح. بالكنيسة الأرثوذكسية موجود الأيقونة. الأيقونة هي عبارة عن كتاب الأميين، وضعوها الآباء القديسين حتى الناس يفهموا سرد الأحداث الخلاصية اللي صارت بالكنيسة.
احنا موجود الان بقدس الاقداس اللي هو الهيكل، المكان اللي بيعتبر بالكنيسه اقدس شيء، وبيحتكر على دخوله بس رجال الدين. على يميني موجود الاواني المقدسه اللي هي الكاس المقدس من صنع المدرسه الروسيه، الكاس المقدس الثاني من صنع المدرسه اليونانيه، الحربه البدائيه اللي كانوا يستخدموها، المعلقه المقدسه اللي ترمز للملقط اللي طهر فيه الملاك شفتي اشعياء النبي، عندنا النجم اللي هو بيرمز للنجم اللي ظهر بسماء فلسطين واعطى علامه للمجوس انه هو اليوم ولد مخلص العالم، وعندنا انيه الزيت، كان الطفل لما يتعمد كانوا يمرنوه بزيت الميرون المقدس. وشيء مهم نادر الوجود اللي هو هذا الوعاء او الطنجره الصغيره، كانت تستخدم بعيد الغطاس، كان ابونا يحط فيه المي المقدسه وينضح في البيوت حتى البركه تنتقل من الكنيسه من هذا المكان لكل بيت وتحل نعمه ربنا على البيوت. في بيت الذخيره هنا اسمه بيت الذخيره، بالعاده بخميس الاسرار الابونا او الكاهن بيشيل جسد مقدس وبيحفظه، يكون لكل السنه اذا صار في حدا بحاله نزاع، حدا تعبان من الموت المفاجئ بيتناول عشان يطلع عند ربنا متناول. هاي الاواني كلها بتعود للكنيسه الاولى اللي هي 1882. بالعاده بالنظام الكنائس لازم يكون في حنيه، لكن للاسف مش موجود في حنيه ببطن الكنيسه، موجود هذا الشباك، الشباك موجود فيه الان صليب يعود ل 1927. بدي افرجيك شيء كثير مهم وفريد من نوعه مش موجود الان، اللي هي الصينيه الموجوده هون. هاي عباره عن خميس الاسرار اللي غسل الارجل، كان الابونا يتمنطق بالمنشفه ويختار 12 تلميذ ويقيموا مراسيم صلاة خميس الأسرار. سبق وحكيت لك أنه أغلب الأيقونات الموجودة حتى الثياب الكانونية صنع المدرسة الروسية، واللي بيأكد لي أنه السيف، سيف الاعتراف هذا هو أو الحجر. المدرسة اليونانية بتعمل على شكل معين، المدرسة الروسية بتعمل على شكل مستطيل، فهذا بيأكد أنه أول مقتنيات الكنيسة هي بدعم من الإرساليات الروسية. والخلاصة، فإن هذه الفنون البيزنطية الموجودة في الكنيسة تبقى على مدى الأزمان حافظة لتاريخنا العريق وحضارتنا المجيدة. فمنها نؤكد تاريخ المسيحية في الشرق العربي، ومنها نتبارك بقداستها وبركة قديسها. من هذا المكان المقدس، من طيات التاريخ المحفوظة بهذا المكان، نتمنى إنه بالقريب العاجل نعمل على ترميم المتحف بالشكل الصحيح، بالشكل اللي يواكب فيه التطور، بشكل يحافظ فيه على تاريخ المسيحية من الاندثار. نشكر قناة نورسات اللي هي دائما سند لنا والداعم الرسمي لتغطية كل احتفالاتنا، وسند لنا بالمحافظة على تاريخ المسيحية بالأردن. كل الشكر لهم والمحبة والتقدير. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد.